وهاد المعلومات اللي غادي نقول لكم ضروري ضروري انكم خاصكم تكونوا مسجلين في لاكاف. لا ماكش مسجلين في لاكاف ضروري خاصكم تكونوا مسجلين في لاكاف. هذا نورمالمون ملي كتكون مسجل في لاكاف راك كتستافد من هذا واحد اش نقول لكم مينيموم عندكم 4 جوغ لو ماكسيموم 1 سيمين 8 جوغ حتى 7 جوغ ديال لي فاكونس كتمشي كتغيزيرفي فشي كامبينغ هكذا يعني كت هكذا كامبينغ اما كيكون في هذوك لي كابان اولا تيكونوا المهم كيكون عندك غالبا تيكونوا هذوك لي كابان اولا لي زابارتمون او تيكون يعني تيكون فيها لا بيسين تيدير فيها لانيماسيون بالنسبه للوليدات الصغار صراحه تيكون داكشي زوين عليكم فقط الا انكم هذا تدخلوا لهذا لو سيت اللي غادي نقول لكم كيكونوا فيهم بزاف ديال لي كامبينغ اللي غتلقاو تما في لو سيت كتكونتاكتيهم اما باغ ايميل اولا باغ تليفون كتعطيهم كاع لي غونسونيمون ديالكم لو نون لو برينو نيميرو دو لوكاتير وهما يعني هذا يعني وهذا كنت كتقولي لهم شحال بغيت تريزيرفي واش 4 جوغ ولا هذا ولا 5 جوغ ولا 6 جوغ المهم على حسب حتى كما قلت لكم انا المينيموم 4 ايام ولا ماكسيموم 7 ايام حتى 8 ايام وصافي هما كيتكلفوا بانهم هما اللي كيبقاو اون كونتاكت مع لاكاف وهما اللي كيديروا لاكالكول ديالكم لاكالكول ديالهم وكيعرفوا يعني شحال غادي تخلص لك لاكاف او لو غيس نتا اللي كتخلصوا راه كما قلت لكم تقدروا انهم يخلصوا لكم حتى 70% باغ اكزومبل مثلا الى لقيتو مثلا الى مشيتو مثلا خديتو واحد سيجور يعني اللي فيه هكذا الكليما فيه الويفي يعني المهم كونفور يعني سيجور كونفور قدروا يوصل لكم حتى هذا سبتو في شهر 8 تيكون طالع بزاف يقدر يوصل لكم حتى 1200 اورو 1300 اورو يقدروا يخلصوا لكم حتى 900 اورو وانتم تخلصوا غير 400 اورو هذا ولكن على حسب عاوتاني كما قلت لكم كل فامي وشحال كتشد على حسب عاوتاني شحال كتخلص وشحال هكذا لي زيد اللي تاخذ من عند لاكاف شحال تعطيو وعاد ديك الساعه كتكون على حسبها الكالكول ديالهم والمهم دابا انا غادي ندوزكم باش تشوفوا هاد لو سيت هذا وكيفاش تدخلوا باش هكذا تقلبوا على الكومبيغ اللي نتوما لا يكون قريب حداكم ولا بغيتوا شي مدينه المهم انا غادي نوريكم دابا غندوزكم باش تشوفوا كيفاش ديروا كما كتشوفوا معايا هنا غتمشيو لجوجل انا كتبتها غتكتبوا فا كاف صافي وغديروا اونتري غتخرج لكم هاد لاباج هادي كما كتشوفوا هنايا فا كاف كومبينغ فا كاف بيتيت بري فوالا غادي توركوا عليها هنايا الا ما بغاش تخرج لكم شدوا نتوما كتبوا هذا كامل هزوه وكتبوه باش تخرجوا فيها ديريكتومون غتوركوا عليه بحال هكذا فوالا غيخرجوا لكم هاد لي كومبينغ كاملين كما كتشوفوا فوالا هنايا كما كتشوفوا هنا كتبقاو كتشوازيو شوفوا نتوما اللي عجبكم غادي تدخلوا باغ اكزومبل عطانا هذا الاول غنكتبوا هنا نوركوا على هذا فو فوالا نديرو هنا اكسبتي فيرمي ها هو فوالا تيخرج لك هنايا شوف هنايا اشنو هما لانيماسيون اللي عندهم كتشوفوا يعني قاعد لي فوطو حاولوا انكم تشوفوهم بحال دابا كان هنايا على هاد لابلاج كما كتشوفوا هنا بحال هكذا كتبقاو تشوفوا يعني هذا هو لابيسي اللي كاين عندهم فوالا لي زاكتيفيتي اللي تديرو هنا كاين البارك فوالا شتو يعني هذا قبل لي زونفون يعني كاين بزاف نتوما حاولوا ما امكن انكم هذا تشوازيو شي واحد اللي غادي يعجبكم راه كاين بزاف عندكم الشغل الاول وصافي كما كتشوفوا معايا انا بزاف يعني الانسان يعني الوليدات يركزوا بزاف على الوليدات يعني لي كومبينغ اللي يقدروا يكونوا فيهم بزاف ديال لي زاكتيفيتي على قبل الوليدات كما قلت لكم كتختاروا واحد بحال هكذا كتهبطوا هنا شويه لتحت بحال هكذا تهبطوا هنا شويه لتحت هنا فوالا هنا كتبدا تغيزيرفي كدير لا دات لي لي من واش من كال دات تا كال دات ياك شحال من بيرسون غادي يكون واش لي بارون افيك دو زونفون ولا المهم كتدخلوا كاع شحال ديال الناس اللي غادي يمشيو وهنايا تيب دي بارجمون حتى هو و نومبر دو شامبر واش بغيتو وحده ولا جوج ولا هذا وكديروا واش بغيتو كليماتيزاسيون ولا ما بغيتوش كليماتيزاسيون صافي وكتكونوا بحال هكا كتغيزيرفو الا كان عندكم شي مشكل وما عرفتوش تعمروا هاد المعلومات اللي كاينين هنا وبغيتو تسولوهم على شي حاجه هما فوالا كتكونتاكتهم كيكون واحد النيميرو داد هنايا فوالا كتورك عليه بحال هكدا اولا كتكتبو عندك في التليفون وتهضر معاهم وكتسولوهم بالنسبه هنا هذوك لي هادو هذا لي موبيل كتبقاو تختاروا هنايا كتشوفوا اللي يعجبكم حتى انا ممكن انكم تختاروا كل حاجه والثمن ديالها كما كتشوفوا هنايا كل حاجه والثمن ديالو انا ما عرفتش تغيزيرفو كما قلت لكم الاحسن تعيطوا لهم هنا في هذا التليفون هذا في هذه النمره هذه
وصافي وكتكونوا بهذه الطريقه يعني صافي اون فوا كتهضروا معاهم كتعطيهم النيميرو التليفون ديالكم حتى انا لو نو لو برينو ونيميرو دو لوكاتير صافي هما كيتكلفوا بكل شيء وتيقولوا لك شحال لو غاست اللي غيبقى لك باش انت تخلصوا وصافي وكتكونوا بهذه الطريقه انكم تقدروا انكم تغيزيرفيو باش تدوزوا تتم واحد سيمانه علاش لا مع وليداتكم ما كتخلصوش يعني واحد المونطو كثير على حساب راه كما قلت لكم شحال نتوما غادي يعني شحال من وي غادي ديروا وعاد حتى لو كونفور ديال هذيك الريزرفاسيون ولا اختاريتوا الماكله اختاريتوا الكليماتيزاسيون اختاريتوا الواي فاي والتلفازه وهذا زيد ما زيد دقيق كما كتقولوا ولكن تتفاصل ما كتخلصوش بزاف يعني وهادو حتى الوليدات كيفرحوا الصراحه زوينين سي انتريسون وانا غنقولها لكم ونشاركها معكم ودابا غندوزو للخبيره ديالنا ان شاء الله اللي غتفرح بزاف ديال السيدات الخبيره اللي عندي لكم اليوم وهي بالنسبه للسيدات حقاش مؤخرا كتحط لكم فيديو على الخبيره الزوينه ديالنا بان المغرب غيحل الحدود ديالو في نهار 11 شهر 6 والسيدات مساك وانا قلت لهم شنو هما الاجراءات اللي خاصكم ديروا باش تسافروا بما انها البي سي ار والوليدات ديال حدا اقل من 11 عام ما كيديروا لا بي سي ار لا حتى شي حاجه المهم وان راه ما محتاجش ان خصنا نكونوا ملقحين باش ندخلوا للمغرب وبزاف تاع السيدات سولوني اختي عافاك ملي كنا داخلين من المغرب اشنو غادي نديروا ضروري خاصنا نتلقحوا ولا ما خصناش نتلقحوا كنقول لكم الناس اللي ملقحين بجوج ديال اللقاح يعني جوج ديال الجرعات يعني اللقاح اللي فيه جوج ديال الجرعات ما يخصك لا بي سي ار لا وثيقه ديال الدخول لا حتى شي حاجه نورمالمون تكون واحد الوثيقه كيعطيوها كيفرقوها في المطارات وحتى في الميناء كيعطوها لك يعني كتعمرها الاسم ديالك فين كنتي مشيتي شنو هما المدن اللي مشيتي ليهم واش تكونتاكتيتي مع شي ناس اللي فيهم الكوفيد ولا لا المهم كتعمروا هذيك الوثيقه كتعمروها وتسنيوها صافي وتجيبوها معكم مع التحليله ديالكم ديال البي سي ار هذا بالنسبه للناس هادو اللي الناس اللي هذا الناس اللي دايرين اللقاح نورمال ديال جوج جرعات ما كيجيو معاهم لا وثيقه لا بي سي ار لا والو الناس الملقحين بجرعه واحده ضروري كيخص خصك انك دير هذا البي سي ار المده له ديالو ما خصهاش تفوت 72 ساعه وهذا ضروري ان خصكم هذا ديك الوثيقه اللي قلت لكم كتلقاوها في الميناء وفي المطارات بالنسبه للوليدات اقل من 11 عام راه ما كيكون خاصهم لا بي سي ار لا وثيقه لا حتى شي حاجه والوليدات اللي فوق من 11 عام ضروري من البي سي ار والخبيره ديالنا مصادر اللي هي يعني مصادر مؤكده ولكن باقي كما قلت لكم باقي ما خرجش مصادر اللي هي رسميه او لا مثلا قرارات اللي هي رسميه ولكن هي اخبار مسربه بان الدوله المغربيه عطات التعليمات ديالها المؤسسه ديال محمد السادس باش تبدا يعني تدير الاجراءات ديالها لو 4 جوان باش ان شاء الله لو 11 غادي يبداو في عمليه استقبال وعمليه مرحبا ديال المهاجرين وان شاء الله غادي نمشي نشوفو كنوا على يقين ان شاء الله غادي تشوفوا والديكم وتشوفوا عائلتكم وتتوما يعني انا الله العظيم هذا العام هذا قد ما انا فرحانه قد ما انا متخوفه حقاش فريمون غادي يكون مطارات عامرين والميناء غيكون عامر البطويات عامرين الطريق غتكون عامره البياج ما نعاودش ليكم يعني الانسان خاصو يرد البال واحد شويه فرحانين ولكن ما بغيناش يعني يكون واحد الاكتضاض يصدق كاين ديش مشاكل ولا هكذا والانسان تكرفص في الطريق وصدقت مع الوليدات وداكشي خاصنا نردوا البال واش غنقول لكم غنختم الفيديو ديالي بهذه الخبيره الزوينه هذه واش غنقول لكم تهلاو فراسكم تتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله بوسه كبيره لكم الى اللقاء.